اليوم أعطينا انطلاقة لإحداث المجمع التكنولوجي اللي تهدف إلى تقوية السيادة التكنولوجية لبلادنا في مجال البناء والأشغال العمومية والأرصاد الجوية والماء. وهذا الهدف من هذا العمل وهو تقوية أولاً الخبرة الوطنية في هذا المجال وإحداث مسار تقني داخل الوزارة اللي غيلعب واحد الدور مهم بالنسبة لتكوين وتطوير الخبرات وكذلك تقوية البحث العلمي والابتكار في هذا المجال للتأقلم مع التغيرات المناخية للتحكم كذلك في التكنولوجيات الجديدة والعمل كذلك على تطوير النجاعة وإنجاز المشاريع في وقتها وبأقل تكلفة. والهدف كذلك الكبير من هذا الأمر وهو أن نعمل على تقوية كل القدرات الوطنية بالنسبة للمنظومة الاقتصادية العامة التي تشتغل في قطاع البناء والأشغال العمومية وفي الهندسة وفي نصلوث كذلك في مجال الهندسة المائية. نتواجد اليوم بمناسبة يوم تدارس تنظمه وزارة التجهيز والماء، وتواجدنا اليوم نحن كفاعلين في المستشفى في الاستشارة والهندسة هو نابع من إيماننا بأن أي تطوير تقني للكفاءات لا بالنسبة للوزارة ولا بالنسبة للمنظومة ككل لا بد أن يتأتى من المنظومة التي تسبح فيها عالم المشاريع وأنشطة الوزارة. فعلاوة على التكوين الأولي الذي قد يتلقاه أي مهندس قبل دخوله الوزارة أو قبل دخوله منظومة المنشآت، هناك تكوين مستمر بطبيعة الحال بالندوات ودورات تكوينية، لكن الأهم فوق كل هذا هو التكوين الميداني، يعني التفاعل الميداني مع بين المتداخلين في أي مشروع، وأعني بذلك المتدخل سواء كان مديرا للمشروع أو مكتب استشارة أو هندسة أو مقاولة. فهذا التفاعل وهذا التحدي المتبادل بين المتداخلين هو الذي يساهم في تكوين هذا المستوى التقني والضفع منه. فكما تعلمون لا يمكن أن يكون لنا مدير مشروع قوي وكفء إذا كان أمامه متدخل متوسط، والعكس صحيح.